يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة اليوم مليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على الساحة الرياضية المحلية وأيضا العالمية، وبالتحديد فيما يتعلق بآخر أخبار نادينا الحبيب النادي الأهلي والمنتشي بفوز الأمس على طلائع الجيش في خطوة مهمة جدا ضمن خطوات بطولة الدوري هذا الموسم، والحديث هيكون باستفاضة في هذا الخصوص تحديدا. خلينا نقول لحضراتكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم هيكون الأستاذ عبد المنعم فهمي ضيفنا العزيز مدير تحرير الأهرام الرياضي، وكلام هيكون مفصل في بعض ملفات الهامة على الساحة الرياضية المصرية بشكل عام. الأول أهم وأبرز العناوين، يلا بينا. بدون راحة، الفريق الأول يبدأ استعداداته لمباراة المصري. أجايي، هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا. الأهلي ينهي إجراءات السفر للإمارات استعدادا للسوبر. اتحاد الكرة يخاطب 12 دولة لاختيار حكام مباراتي السوبر والقمة. والمنتخب الأولمبي يشارك في دورة دبي الودية. طيب ألف مبروك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي، فوز بالأمس على فريق طلائع الجيش في مباراة كانت مهمة وقوية بكل تأكيد، والأهلي فيها تألق بشكل كبير جدا سواء على مستوى الأداء أو مستوى النتيجة. استمتعنا في الحقيقة بأداء النادي الأهلي في مباراة الأمس، واستمتعنا كمان بالأهداف الجميلة على مدار المباراة بشكل كامل. طبعا دي لقطات من المباراة امبارح والأهداف بالتحديد، وتألق عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني مش عايز أخص أسماء بالذكر، لكن في الحقيقة الكل بيتألق بما فيهم المدير الفني مستر رينيه فايلر. وعشان نكون بنتكلم بصراحة زي ما حضراتكم تعودتوا معانا دايما، في مباريات يعني تستحمل الاداء والنتيجه، يعني في مباراه كده تحاول تبقى قاعد مستني عايز تتفرج على اداء والنتيجه، من ضمن هذه المباريات كانت مباراه الامس. لكن في المقابل في بعض المباريات اللي انت بتبقى منتظر فيها النتيجه بس لصعوبتها وصعوبه المنافس اللي انت بتقابله ولمدى اهميه هذه المباراه، سواء في مشوارك محليا او افريقيا. مباراه ممكن تاهلك لادوار معينه فمش بتنتظر منها الاداء قوي، بيبقى الاهم بالنسبه لك النتيجه، وده يمكن اللي حصل شويه في بعض المباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا. نفس الحال بعض المباريات في بطوله الدوري ممكن ما بتشوفش اداء، لكن في الاخر الناتج بيبقى ايه؟ بيبقى النتيجه اللي النادي الاهلي بيقدر يفوز بيها، والثلاث نقاط اللي بيضيفهم لمشواره في بطوله الدوري تحديدا. فامبارح من ضمن المباريات اللي الواحد في الحقيقه كان منتظر سواء الأداء الممتع والنتيجة الكبيرة. النادي الأهلي حقق فوز بنتيجة 3-0 على الطلائع، وخطوة جديدة من ضمن خطواته في بطولة الدوري العام اللي ماشي فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله بثبات. مفيش أحسن من كده، يعني 14 مباراة 14 انتصار، رقم كبير جدا جدا، من أكتر من رقم مستر مانويل جوزيف 2004-2005. فأمور كلها في الحقيقة إيجابية، وبصراحة برضو أي فوز دلوقتي خلال المرحلة الحالية فهو دفعة معنوية للفريق بطريقة كبيرة جدا قبل المباريات الحاسمة مع نهاية هذا الشهر اللي هتبتدي بإيه؟ هتبتدي بمباراة السوبر مع الزمالك في أبو ظبي، مرورا بمباراة الزمالك في قمة الدوري يوم 24، ونهاية بمباراتي صن داونز سواء الذهاب أو الإياب. الإياب طبعا هيكون مع أوائل الشهر المقبل تحديد يوم 7 مارس. فأي فوز أنت بتحاول دلوقتي ده هيضيف لك معنويا ويخلي اللاعبين يعني متحمسين بشكل أكبر، جاهزين من الجانب المعنوي والذهني بشكل أمثل للمرحلة الهامة جدا المقبلة. هدف عمرو السولية في الحقيقة امبارح ممتاز، يعني من أحسن أهداف الدوري هذا الموسم، شوطة من بعيد، واللاعب بيتألق بصراحة على مدار الفترات اللي فاتت كلها. عمرو السولية قفشة بيرد على يعني انتقادات كتير جدا ممكن كانت توجهت له خلال الفترة اللي فاتت، لكن لعيب أيضا مميز. الهدف كمان الأولاني جونيور أجايو اللي لما بيبقى متواجد في الحقيقة في العمق سواء يعني كرأس حربة أو شادو سترايكر بيبقى مفيد جدا. طبعا كلها رؤية فنية خاصة من المدير الفني، لكن الأهم في كل ده أن أنت عندك عدد كبير جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله من اللاعبين بجاهزية بدنية وفنية واضحة جدا، ده حقيقي. يعني ممكن بعض المواسم كده اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي كنا بنشوف المدير الفني ايا كان مين هو المتواجد، الاهلي بيعتمد على 13 14 15 لعيب بكتير، لكن انت امبارح بتلعب المباراه تقريبا مغير 4 أو 5 تغييرات في التشكيل، ده عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. في نفس الوقت كل اللي بيلعب بيأدي، كل اللي بيلعب جاهز بدنيا
وفنيا بيتألق. فدي من ضمن الحاجات اللي تحسب لمستر ريني فايلر. الراجل يوم عن التاني بيثبت ان هو مدير فني كبير في الحقيقة، بيثبت ان هو ليه رؤية مهمة جدا في بعض اللاعبين، في ما هو قادم بالنسبة للنادي الاهلي، مباريات، الكلام من ده، بيجهز عدد كبير تحسبه للاصابات. انت متخيل طبعا حضرتك ان الاهلي بيفتقد عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، ابرزهم طبعا رمضان صبحي، حمدي فتحي، سعد سمير، عدد كبير، محمد محمود، في ناس مؤثرة جدا بصراحة. لكن رغم كل ده الأهلي بيكسب وبيتألق وماشي بخطة ثابتة جدا تحديدا في بطولة الدوري. فبالتالي عايزين نفكر بعض بتحديات النادي الأهلي هذا الشهر، واللي ابتدت بمباراة بيراميدز. تحديات في الحقيقة كلها مهمة جدا وحاسمة في مشوار النادي الأهلي. احنا خلصنا خلاص مباراة بيراميدز، فوزنا فيها بنتيجة 2-1 في مباراة كانت حاسمة. دخلنا على مباراة طلائع الجيش، فوزنا أيضا فيها. فأدي أول مهام النادي الأهلي بتتمثل في أول مباراتين في هذه الفترة الحاسمة، انتهى النادي الأهلي منهم وحقق العلامة الكاملة فيهم تحديدا. مقبلين بقى عليه زي ما احنا شايفين كده، مقبلين على المباراة اللي جاية هتكون يوم الجمعة القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى مع فريق المصري البورسعيدي. مباراة أيضا غاية في القوة والصعوبة، ومباراة من ضمن المباريات الجماهيرية بكل تأكيد، ومباراة كلاسيكية من كلاسيكيات الدوري المصري في الحقيقة. فمباراة هتبقى غاية في الصعوبة والأهلي هيستعد ليها بشكل جيد. هتخش بعديهم على مباراة الزمالك في السوبر يوم 20، ومباراة الزمالك في الدوري يوم 24 زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعدين مباراة الأهلي وصن داونز يوم 29 من الشهر الجاري، وده خلاص بشكل رسمي. وفي نهاية بمباراة صن داونز في جنوب افريقيا. احنا بنحاول بس نفكر بعض كده بالتحديات، لان في الحقيقه ده اكتر شهر او اكتر فتره ومرحله حاسمه في مشوار النادي الاهلي سواء في الدوري او في دوري ابطال افريقيا. عشان نبقى متفقين مع بعض، اهم تحدي هي بطوله دوري ابطال افريقيا بصراحه كده. انت دلوقتي متصدر ترتيب جدول الدوري العام بفارق 10 نقاط على المقاولين، عندهم مباراه النهارده بالمناسبه، لو خسروا مثلا هيبقى 10 نقاط فارق، وانت ليك ايضا مباريات مؤجله، يعني مقاولين لاعب زياده عنك، مباريات مؤجله، فانت واخد راحتك نسبيا. ودي من ضمن الامور اللي هتساعد جدا الفريق خلال المرحله اللي جايه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا، وانت بتاخد خطوه صن داونز وبتفوز فيها باذن الله تعالى سواء ذهابا او ايابا، وده امر هيكون غايه في الاهميه، واثقين كل ثقه في لاعبتنا. فان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مختلف المباريات. هنفضل بعد كل مباراه كده نعلم واحدة واحدة عن المباراة والتحدي اللي انتهى. ابتدينا بيراميدز طلائع، ان شاء الله التحدي الجاي بيراميدز، التحدي الجاي المصري ننتهي منه ونخش بقى على مباراتي الزمالك، مباراتين اقوية جدا جدا. طيب ده فيما يتعلق بمباراة الامس ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في كمان اداء افضل من كده على حسب كل مباراة طبعا والاهداف اللي انت بتسعى لتحقيقها على مدار كل مباراة. لكن من ضمن الامور الهامة وبتهم النادي الاهلي هو فيما يتعلق بعقوبات لجنة الانضباط الاتحاد المصري لكرة القدم، بالتحديد بعد مباراة بيراميدز، وشفنا يعني مشاكل كتير جدا بعد هدف النادي الاهلي الثاني تحديدا من لاعبي بيراميدز. كان في بصراحة عقوبات صارمة جدا من لجنة الانضباط، وده امر كويس جدا في الحقيقه. لكن في نفس الوقت كان في عقوبه للكابتن سيد عبد الحفيظ تبدو غريبه للبعض في الحقيقه، لان الراجل كل اللي قاله للكابتن ابراهيم نور الدين لما اعترض وخد انذار، يعني بيقول له مش عايزين صفاره كتير عشان نلعب، يعني انت بتعطل اللعب، بتعطل الريتم، فبتاثر على الفريق، مش عايزين كل شويه صفاره. اعتراض من ضمن الاعتراضات العاديه تعتبر يعني. لكن في المقابل لجنه الانضباط عملت عقوبه على الكابتن سيد عبد الحفيظ بايقاف مباراه وغرامه 50,000 جنيه. الكابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريحات، خلينا نروح نشوفها ونرجع مره ثانيه. فوز مهم جدا بالنسبه لنا في سلسله من المباريات المهمه جدا في ختام الدور الاول تحديدا، يعني بتقرب المسابقه على المنتصف بتاعها. لكن واحده من اجمل المباريات زي ما انت قلت الحمد لله، من حيث الاستحواذ او السيطره او التحرك او خلق الفرص او احراز الاهداف الحمد لله. فايلر الحقيقه مقدم شغل هايل جدا مع اللعيبه، حتى لو كان في ناس مش موجوده للغيابات او الاصابات او الرؤيه الفنيه او حتى ان انت بتريحهم للمباراه اللي جايه، لكن ما بحسش ابدا باي اختلاف الحمد لله. الحمد لله يمكن
يمكن انت عشان القائمه بتاعتك قائمه قويه جدا وكويسه جدا، فالمستويات متقاربه، وده اللي انت هتحتاجه في الموسم كله عشان تقدم موسم زي اللي احنا فيه ده. لازم الخطوط بتاع او للاسف الافراد بتاعتك تكون قريبه جدا في المستوى. يعني انا حزين جدا ومش عارف الرد يبقى ايه الحقيقه. يعني نجاح اي مسابقه في الدنيا كلها هي لوائح وقوانين مش توازنات واهواء. يعني انت طلع لي حيثيات القرار ايه اللي انت عملته. لو انت عملته قبل الماتش ما كنتش هخش المباراه اصلا بتاعت بيراميدز. لو عملته اثناء المباراه انا خدت انذار في المباراه عشان بقول له عايزين نلعب كوره كتير، اداني انذار ويعني سكت انا وقعدت على الدكه ومفيش مشكله خالص. لو بعد اللقاء انا ما عملتش حاجه بعد اللقاء. لو انت بتعاقب الفريق الاخر ولا حاجه انا مالي. انا يعني انا مالي بالقصه ديت. ونجاح اي مسابقه في الدنيا كلها ان انت تبقى عندك لوائح وقوانين بتطبقها مش عندك اهواء وتوازنات. الحاجه الاهم من كل ده يعني هو ايه القرار اللي انا بناء عليه او ايه الاسباب اللي بناء عليها انا توقفت. يعني إيه ليه؟ وبعدين في حاجه اسمها تطلع بين الشوطين، يعني انا مش فاهمها برضو. يعني الحقيقه مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. يعني صعب جدا ان انت تحس ان انت حد متربص لك، صعب جدا، مش هتنجح ابدا، مش هينفع ان انت تبقى متربص لحد ابدا ويبقى في نجاح، مش هينفع الكلام ده خالص. ثانيا انا عندي مباراه المصري اللي جايه مثلا، يعني مباراه في منتهى الاهميه بالنسبه لنا وبالنسبه لجماهيرنا وبالنسبه للاعيبتنا وبالنسبه لمشوارنا، مهمه جدا، مهمه جدا. لو انا عملت حاجه مثلا اوكي استاهل عليها الوقفه 10 ماتشات يا عم، 20 ماتش، 30 ماتش، براحتي براحتك، لان انت قوانين. لكن ايه اللي انا عملته؟ ولو انا عملت حاجه تقرير الحكم بيقول فيها ايه؟ انت عندك ما قبل المباراه واثناء المباراه وما بعد المباراه، نحللها شويه. ما قبل المباراه ما كنتش اخش المباراه اصلا. اثناء المباراه كل اللي انا قلته ان احنا عايزين نلعب كوره كتير والحكم اداني انذار. بعد المباراه حضرتك ما فيش اي حاجه خالص فيها اصلا. يعني لو انت بتعملها توازنات، يعني حتى المفهوم ده ما ينفعش ان انت يبقى في اداره اصلا لكده. ما ينفعش ان انت ابقى متربص ببني ادم، ما ينفعش ابقى متربص بهيئه، ما ينفعش ابقى متربص بفريق، ما ينفعش ابقى هدفي ان انا يعني ابقى في تربص بحد. يعني خلاص انت عايز تنرفزنا ليه؟ احنا داخلين على سوبر وداخلين على مباراه المصري وداخلين على مباراه المصري وبعدين سوبر، بتنرفزنا ليه؟ يعني انت بتضايقنا ليه؟ ولو بتضايقنا على وجه حقك، لو بتضايقنا على وجه حقك، لكن ايه القرار وبناء عليه حد يطلع يقول حيثيات القرار ده ايه؟ يقول لك ما بضرب منه بعد المباراه، ما بضرب منه اثناء المباراه، بس احللك برضه مش هسيبك كده تقول اللي انت عايزه خلاص. لو تقول لي ما بضرب منك قبل المباراه، طب انا دخلت المباراه ازاي؟ لو دخلت ما بضرب منه اثناء المباراه، طب انا فضلت قاعد على الدكه ازاي؟ طب لو ما بضرب منه بعد المباراه، هو انا ايه اللي عملته بعد المباراه؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ ده احنا ده كل الكاميرات وكل الناس شايفانا واحنا اساسا بنهدي لعيبه بيراميدز، احنا اللي بنهديهم. احنا ما رحناش للحكم خالص يعني، رغم ان ممكن يبقى في حاجات يعني بتاذينا بشكل مباشر او غير مباشر، بس ما بنتكلمش، لا بنقول ما يعني بالعكس احنا في حاله في الوقت الحالي كل الناس رايحه على ضد التحكيم واحنا يعني ما بنتكلمش فيها، رغم ان مثلا ممكن يبقى بشيد جدا جدا بكل الحكام وبتكلم عليهم بشكل كويس. يعني حتى لو بيبقى ليك تحفظ بتحفظ في كوره في لحظه وبتنتهي. يعني عندي مباراه المصري اللي جايه، عارف كويس قوي كل الحكام هتيجي بالشكل حكم دولي، يعني كابتن محمد معروف، كابتن محمد الحنفي، كابتن محمد الصباحي، كابتن محمد عادل، واحد من الاربعه مليار في الميه، لان انت دي مباراه هيحكمها واحد دولي. ما بتكلمش عليه ولا بضغط عليه ولا بقول له اي حاجه، رغم ان ممكن يبقى فيه اخطاء انت متاكد انها اخطاء تقديريه مش اخطاء شخصيه. يعني ممكن يبقى فيه واحد بينالتي ما اتحسبش هنا، اثنين ما اتحسبوش في المقصه، واحد ما اتحسبش في دجله، واحد ما اتحسبش في ام بي، واحد ما اتحسبش في الاتحاد، لكن في النهايه ده اخطاء تقديريه. احنا بنساند وده من اطار المسؤوليه بتاعتنا ان احنا بنساند. لو تشوف يعني محمود البنا هو بيحكم مباراه الوداد والرجاء، يعني في منتهى النزاهه ومنتهى الجمال ومنتهى القوه ونموذج. انا لسه قايله قبل المباراه كده، وامين عمر في مباراه الترجي وشبابه القبائل نموذج في اداره اللقاء. هي المشكله مش بره على فكره، يعني اعتقد ان الامر محتاج حتى جهاد جريش، كابتن جهاد جريش، انا مش هقول داعم لجهاد جريش او متعاطف مع جهاد جريش. جهاد جريش السنه اللي فاتت حكم لي الجونه والاتحاد والمقاولين وبيراميدز، خسرت في اثنين واتطرد لي اثنين من الاربعه، لكن شهاده لله عمري ما حسيت ان هو متربص بينا. ممكن يبقى عنده اخطاء تحكيميه، ممكن يبقى وانا بقول لك خسران ماتشين من الاربعه ومطرود مني اثنين، لكن شهاده العمر ما حسيت بكده. كان بيحكم نهائي افريقيا من 2016، اوكي؟ يعني فاحنا بنساند التحكيم وبنآزر التحكيم، لكن لو انت جاي توقفني عشان انت مثلا يعني بتعملها توازنات، طب لا والنادي الاهلي مش صغير عشان تعمل توازن لحساب اي حد. لا اي حد ما تعملش توازن على النادي الاهلي حضرتك، ولو انت متربص بيا لا يبقى ما ينفعش تدير. لو انت متربص بشخص او متربص بهيئه او متربص بفريق ما ينفعش يبقى في اداره. لو انت متربص بحد شغال في المنظومه بتاعتك او موجود ضمن فريق العمل عندك او اسف يعني تبع المنظومه الكرويه ما ينفعش. اطلع قول حيثيات الموضوع ده ايه؟ قبل اللقاء، بعد اللقاء، اثناء اللقاء.
يعني في بعض الاحيان كده، او مش بعض الاحيان بصراحه، في مصر هنا دايما يعني لما تيجي تدي عقوبات على فريق بيلعب قدام النادي الاهلي او قدام نادي كبير ايا كان، يعني بصراحه عشان كان بصراحه يعني، وتبقى العقوبات قويه زي عقوبات لاعبي بيراميدز في الحقيقه، عقوبات قويه جدا، فلازم تدي واحده كده برضو للنادي الاهلي بالمره يعني. يعني ما مش هنعاقب دول بس ودول لا، اديها حتى لو عقوبه خفيفه، اديها له خلاص عشان يبقى في توازن، عشان محدش يقول لك اشمعنى. فدي طريقتنا. ما علينا، اخبار الاهلي النهارده، والفريق استأنف تدريباته على طول استعدادا لمباراه المصري البورسعيدي ان شاء الله يوم الجمعه المقبل. التدريبات كانت ظهر اليوم، وكانت من خلال برنامج استشفائي لاعبي النادي الاهلي علشان التخلص من الاجهاد عقب مباراه الامس وعقب فوز النادي الاهلي ووصوله النقطه رقم 42 ب 40 هدف. ودي من ضمن الامور الايجابيه جدا في الحقيقه لمستر فايلر ولاعبي النادي الاهلي، ان انت بتحرز عدد وافر من الاهداف كلما بتبقى متاحه بالنسبه لك الفرصه، ده امر ايجابي. فبالتالي المهم يعني كان في تدريبات استشفائيه وتدريبات كره طائره بالنسبه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي في مباراه الامس، وايضا كان في بعض التدريبات البدنيه القويه على مدار 30 دقيقه في بدايه المران، والى بالاضافه طبعا الى فقرات تدريبيه متنوعه، يعني التدريب بشكل طبيعي بعد كل مباراه. كمان من ضمن الامور الهامه ان مستر ريني فايلر عمل محاضره النهارده مع لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه او قبل انطلاق المران على طول، والمحاضره دي كانت خاصه بعرض لقطات الفيديو وبعض اللقطات لفريق المصري البورسعيدي. ومستر فايلر يعني طلب من اللاعبين اغلاق طبعا صفحه الفوز بالامس على طلع الجيش، ودي سمه اساسيه من السمات يعني عند لاعبه النادي الاهلي، والتركيز على اللي جاي، واللي جاي هو مباراه المصري. وكان في لقطات يعني شافها لاعبه النادي الاهلي، وفي الحقيقه في تلاحم كبير جدا في المباريات، حتى مفيش فترات راحه، ايضا تلاحم في دراسه كل فريق، ده ممكن يشتت بشكل او باخر الذهان اللاعبين. يعني انت بتقعد تذاكر كده الفرقه اللي انت هتلاعبها مثلا بكره، بتخلص الماتش بتاع بكره تذاكر على طول الفرقه اللي هتلاعبها بعد 3 4 ايام، فده برده ارهاق ذهني كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي. لكن ده قدر النادي الاهلي ولاعبيه والجهاز الفني، وهم قادرين على كل هذه الامور وقادرين يوصلوا ما بين كل مباراه واخرى. كمان بالنسبه لمحمد الشناوي كان ليه تدريبات بدنيه منفرده على هامش المران، وخصوصا ان هو كان طبعا حارس مرمى النادي الاهلي خلال مباراه الامس، والتدريبات دي كانت من خلال بعض الامور الاستشفائيه في الجيم والجري حول الملعب، ده بالنسبه للشناوي. بالنسبه بقى لاليو باجي مهاجم النادي الاهلي، واللي امبارح كان خارج قائمه المباراه بسبب عدم الجاهزيه، بسبب لما هو سافر طبعا وعمل او جدد جواز السفر السنغالي الخاص بيه، فاللاعب ما كانش جاهز، فبالتالي عشان كده خرج بره القائمه. فبالتالي ايضا ليه بعض التدريبات والبرامج التاهيليه خلال الفتره اللي جايه، وتدريبات وبرنامج تدريبي خاص بيه يعني، عشان يكون جاهز للتحديات الاخرى المقبله، بدايه من مباراه المصري البورسعيدي مرورا بكل المباريات المقبله، واللاعب جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى. فيما يتعلق بمباراة الزمالك في السوبر، الأهلي خلاص أنهى كل الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات السفر للإمارات وبالتحديد أبو ظبي عشان يخوض مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري للموسم الماضي. الفريق هيسافر يوم 17 من الشهر الجاري، يوم 17 الصبح هيبقى فيه تمرين، ويوم 17 إن شاء الله أيضا بعد التمرين مباشرة هيسافر الفريق ويتمرن يوم 18 و19، يلعبوا ويكسبوا باذن الله يوم 20 ويرجعوا يوم 21 بالكاس باذن الله تعالى، نتمنى لهم كل التوفيق. احد نجوم النادي الاهلي على مدار الموسم الحالي جونيور اجاي كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا، واللي بيتكلم فيها عن سعادته بفوزه بمباراه الامس وفوز الفريق، وقال ان احنا عندنا اهداف عديده بنركز فيها كمجموعه متواجده في فريق النادي الاهلي، والاهداف بتتمثل في حسم اللقب المحلي مبكرا وايضا في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ويمكن اجاي قال ده اهم شيء بالنسبه لنا هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، وان حسم بطوله الدوري المحلي بشكل مبكر هيساعدنا بشكل كبير على تحقيق الهدف الاسمى وهو الفوز باللقب الافريقي. اجاي كمان قال ان الفوز في كل مباراه ده هدفنا وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي. كمان اشار انه ما بيبقاش سعيد بس لما هو بيحرز اهداف، لا هو بيبقى سعيد مع كل هدف بيحرزه النادي الاهلي وزمايله في الفريق، لان كل هدف ده بيساهم في تحقيق كل طموحات لاعبي النادي الاهلي وبالتالي طموحات جمهور النادي الاهلي الكبير. في الحقيقه جاي من ضمن اللاعبين المميزين جدا في صفوف الاهلي الفتره الحاليه، واللي بيعتمد عليهم مستر ريني فايلر اعتماد كلي وبشكل كبير جدا. طيب من ضمن الاخبار المهمه كمان
خلاص بشكل رسمي مباراة الأهلي وصن داونز هتكون يوم 29 فبراير في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية تحديدا، والإياب هيكون يوم 7 مارس، ده من خلال إعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد المباريات. المباراة بالتحديد هتكون مباراة الذهاب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، نتمنى بقى إن هي كمان تكون على استاد القاهرة عشان ده هيبقى أمر مهم قوي في إطار المحاولات اللي بيقوم بها المسؤولين في النادي الأهلي. يعني كابتن سعد عبد الحفيظ كمان هيناقش مع مستر فايلر تشريبات المرحلة المقبلة، وده بيبقى اجتماع دوري أو جلسة دورية كده بعد كل مباراة بتناقش الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالفريق على مدار الفترات المقبلة كلها، خصوصا أنت عندك يعني مباريات بيتخللها ساعات صفر، فلازم بتبقى مرتب نفسك لكل هذه الأمور، والجلسة بتبقى طبيعية، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في كل هذه الأمور. طيب أنا عايز أتكلم في جزئية سريعة كده بخصوص مباراة صن داونز، والكلام كان كتير بالتحديد بعد إصابة لاعبي صن داونز. صن داونز عندهم 2 اتصابوا، مورينا الجناح الأيمن ولانجرمان الظهير الأيسر، الاثنين دول اتصابوا. فيعني لاحظنا كده او في ناس كتير خدت بالها يعني ان في بعض الجماهير بتبقى سعيده قوي باصابات الفريق المنافس، مش الاهلي يا جماعه اللي كده خالص، الاهلي مش بينتظر اصابه حد، احنا نفسنا ان فريق صن داونز ده يكون مكتمل بكل اللعيبه الجامده اللي عنده، ده امر كنا نتمناه في الحقيقه، والف سلامه طبعا على الاثنين اللعيبه اللي اتصابوا، اكيد هياثروا على فريق صن داونز، طبعا نتمنى ان هم ياثروا على فريق صن داونز، هتبقى حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت مش الاهلي اللي بينتظر ان لعيب يتعور في فريق منافس قوي علشان يكسب المباراه، سواء دول موجودين او مش موجودين، سواء كانوا سلام اتصابوا الكلام من ده، الاهلي جاهز جدا جدا باذن الله تعالى لتحقيق الهدف من هذا التحدي وهو الوصول لدور نصف النهائي. فدايما لازم نفكر بعد كده بقيمه النادي الاهلي، باسم النادي الاهلي، بامكانيات اللاعبين والجهاز الفني، عندنا وحوش في فريق النادي الاهلي يقدروا ان هم يكسبوا اي فرقه في افريقيا، طبعا يقدروا لان هم ابطال وعندهم أهداف محددة بالنسبة لهم بتتمثل في إضافة تاريخ ليهم، وده أمر مهم جدا، وأيضا في إسعاد جمهور النادي الأهلي، وده الأمر الأهم بكل تأكيد، المساندة والدعم وعدم الحديث عن ظروف المنافس، ده هيكون مفتاح فوز النادي الأهلي بإذن الله على فريق صن داونز. لسه بدري على مباراة صن داونز، بس دي يعني جزئية حبينا نتكلم فيها مع حضراتكم، لأن دايما النادي الأهلي بيركز في كل مباراة بخلاف مين طاب مين جاهز لمقابلته والكلام من ده، الأهلي جاهز لأي حد، ما بيستناش إصابات لاعبي صن داونز، ده أمر مهم جدا وحبيت برضه أتكلم فيه مع حضراتكم. مباريات اليوم في الدوري المصري، أو خلينا نبتدي مباراة الأمس، الأول طنطا اتعادل سلبي مع إنبي، وادي دجلة خسر من المصري بورسعيد 3-0، استفاق الفريق المصري، وقبل مباراة الأهلي ده هيبقى أمر إيجابي بالنسبة للكابتن إيهاب جلال المدير الفني المصري البورسعيدي، لكن أيضا مباريات الأهلي بيبقى ليها حسابات أخرى، والأهلي أكيد جاهز لهذه المباراة بشكل كبير جدا. وكمان المباراة الأخيرة امبارح كانت الأهلي وطلائع الجيش وفوز النادي الأهلي 3-0. النهاردة في مباراة أخرى ما بين المقاولين العرب وبيراميدز، مباراة قوية جدا هتكون في تمام الساعة 7:30 مساء. خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي عشان يقول لنا أخبار التدريب النهاردة إيه واستعدادات النادي الأهلي لمباراة المصري المقبلة. يا فاروق مساء الخير. مساء النور عليك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمنا يا فاروق، أخبار الأهلي إيه واستئنافه للتدريبات، وخصوصا في الفترة الزمنية القليلة اللي بتبقى ما بين كل مباراة وأخرى؟ خلينا الاول يا امير ابارك لك وبارك لكل جماهير النادي الاهلي طبعا على 3 نقاط بالامس في مباراه الجيش، مباراه واحده من اجمل وامتع لقاءات النادي الاهلي، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مستر ريني فايلر اشاد بمستوى اللاعبين وحاله الفعاليه الهجوميه والشراسه الهجوميه اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي، مباراه ممتعه زي ما اتكلمنا فيها، وتعدد الفرص وتعدد عمليات الوصول للمرمى الخصم من المرمى طلائع الجيش بالامس كانت من النقاط الايجابيه اللي اتكلم عليها مستر ريني فايلر. حتى من الامور اللي تم الاشاده بيها ان عدم تغير طريقه لعب النادي الاهلي على الرغم من تغير الافراد، ودي نقطه مهمه جدا يا امير، يعني سايبه انطباع مهم جدا سواء عند الجمهور عند الاعلاميين عندنا عند الصحفيين عند كل فرد شايف شغل مستر ريني فايلر. بالنسبه بقى لمباراه المصري، انت عارف يا امير طبعا هي فتره قصيره جدا بتطلع كل 3 4 ايام مباراه من مباراه لاخرى، مرحله صعبه جدا مباراه المصري ثم مباراه سفر للامارات يوم 17 ومواجهه الزمالك في السوبر يوم 20 ثم العوده مره اخرى للقاهره ومباراه الدوري ثم صن داونز.
فيعني كل فتره يعني امير ثلاث اربع ايام بتبقى يعني الشغل اللي انت بتشتغل تاكتيك او الشغل البدني بيبقى قليل قوي لان ظل تلاحم المباريات. النهارده الفريق طبعا كان انطلق مباراه الفريق كان الساعه 1:30 ظهرا. تمام. مجموعه اللعيبه اللي شاركت بلقاء الامس لقاء طلع الجيش كان مران خفيف قبل انطلاق احداث اللقاء. مستر ريني فايلر يعني هنى اللاعبين على ادائهم وشكر اللاعبين على ادائهم في لقاء طلائع الجيش واشاد بمعظم لاعبي النادي الاهلي على حاله الجديه والشراسه اللي كانت عند اللاعبين لاخر دقيقه. ايضا اتكلم بقى على مباراه المصري ومش عايز امير برضو ان هو جماهير ودي من النقاط المهمه جدا اللي عايزين نقولها من خلال كمير ان مش عايز الجماهير تنشغل بلقاء السوبر وتنسى لقاء المصري. طبعا طبعا. مستر ريدي فايلر بيركز جدا في مباراه المصري شايف ان هي مباراه مهمه جدا في مشواره في الدوري. يعني حتى اي حديث عن مباراه السوبر او مباراه الزمالك مقفول تماما. كل التركيز في مباراه المصري زي ما قلنا مجموعه اللاعبين امير اللي شاركت في مران الامس عمل لها مران خفيف مع يعني محمد شناوي ايضا اكتفى باللف حول الملعب. المجموعه اللي ما شاركتش كان رمضان صبحي بيأدي برنامج التأهيلي بتاعه في الجيم، ايضا صالح جمعه بيأدي مران برنامج تأهيلي في الجيم. اليو باتشي اللي كان غاب عن اللقاء وخرج من قائمه اللقاء ايضا بيتم تجهيزه للقاء المصري وتم لقاء الزمالك ولقاء صن داونز. معمول برنامج تأهيلي لأيو باتشي. تقدر تقول يا امير ان يعني بجانب اللعيبه المصابين اللي احنا يعني عارفينهم سواء حمدي فتحي سعد سمير رمضان كريم ندفد مجموعه اللاعبين خلاص يعني ان شاء الله النادي الاهلي مكتمل الصفوف. اختتم مستر ريني فايلر المران بتقسيمه ما بين المجموعه اللي ما شاركتش. يعني كان مران زي ما قلنا امير مران خفيف. مستر ريني فايلر ايضا امير كان حريص ان هو على متابعه اداء فريق المصري في المباراه الاخيره كويس. يعني شاهد اكثر من لقاء للوقوف على نقاط القوه والضعف. زي ما قلت لك دلوقتي يا امير لو تتذكر لما كلمنا المستر ريني فايلر بيشتغل على شقين، الشق العملي النظري، الشق العملي بيشتغل على يتابع لقاءات الخصم ويقف على نقاط القوه والضعف ويبدا من خلالها يشوف طريقه اللعب واختيار الافراد يعني اللي تتناسب مع الخصم. يعني اوقات كتير جدا بتلاقي بعض اللاعبين الجماهير بتطالب بنزولها تكون موجوده في التشكيل. المستر ريني فايلر بيبقى ليه رؤيه ان شايف ان اللعيب ده هو بتاع المباراه دي، فدي من النقاط اللي مستر ريني فايلر ايضا بيشتغل عليها على اختيار الافراد اللي تتناسب مع طبيعه اللقاء واللي انا عايزه من اللقاء. وطبعا زي ما احنا عارفين يا امير ان النادي الاهلي دايما هدفه الثلاث نقاط. فاي امير هيستلف مران غدا ان شاء الله في تمام الساعه 12 ظهرا. ثم يعني هقول لك برضه البرنامج حتى مباراه المصري هيبقى في مران ان شاء الله يوم الخميس في تمام الساعه 3 ظهرا. عقب المران مستر ريني فايلر هيعلن القائمه وهيتوجه الفريق الى الاسكندريه ان شاء الله لمواجهه فريق المصري على استاد الماكس بمشيئه الله يوم الجمعه يا امير. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا المتألق فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي كان معنا على الهاتف وطمنا على الفرقة خلال المرحلة الحالية بالكامل واستعدادا للمباراة المقبلة تحديدا. في نقطة مهمة قوي قالها فاروق وهو فيما يتعلق بالتركيز على كل مباراة. احنا دلوقتي او الجهاز الفني واللاعبين بالتحديد يعني مركزين على مباراة المصري لان دي المباراة اللي جاية لك مهمة قوي في مشوارك في بطولة الدوري ومهمة جدا في ارقامك القياسية اللي انت ماشي فيها بشكل ممتاز. المصري اكيد احد العقبات اللي هتكون قوية في طريق النادي الاهلي، هيبقى مهم ان شاء الله ان انت تعدي هذه المباراه. من ضمن كمان الامور المهمه جدا وامبارح تالق علي معلول في الحقيقه بشكل كبير برضو من اللعيبه اللي خدت الانتقادات على مدار كم ماتش اللي فاتوا، والبعض كمان توقع استبعاد اللاعب بسبب يعني انه ما لعبش مباراه الهلال السوداني وان مستواه قل وكلام من ده. لا، علي معلول قيمه كبيره جدا جدا كظهير ايسر لفريق النادي الاهلي واحد افضل الظهراء في القاره الافريقيه حاليا، دي حقيقه. الراجل ساهم في فوز النادي الاهلي بشكل ملفت امبارح، نتمنى له دايما التألق والتوفيق على مدار الفترة المقبلة الهامة جدا بالنسبة للفريق. خلينا نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة، يلا بينا. الأخبار: الأهلي يتمسك بنجومه المخضرمين، حسم التجديد لفتحي وعاشور وسليمان وإكرامي بعد لقاء صن داونز. الأخبار المسائي اللي بعده: الأهلي يضع أو يضم الطلائع لقائمة الضحايا بالثلاثة ويحقق الفوز 14 على التوالي. الجمهورية: رمضان جاهز للسوبر المحلي، الأهلي في الإمارات الاثنين. الشروق:
تحذيرات طبية من مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في قمة السوبر. عبد الحفيظ: لم نناقش تأجيل قمة الدوري، الفريق يطير إلى الإمارات 17 فبراير، وصالح جمعة ينتظر عرضا فنلنديا أو عمانيا. الدستور: تقرير طبي عن تأخر شفاء رمضان، والشحات مهدد بالاستبعاد، فايلر يرفض التراجع عن رحيل صالح. طيب نبتدي بجريدة الأخبار واللي بتتكلم عن النادي الأهلي النهاردة بالتحديد بخصوص رباعي الفريق وملف التجديد، وبيقول لك يعني إن الأهلي متمسك بنجوم نجوم كبار جدا، الأربعة عاشور، وليد سليمان، إكرامي، أحمد فتحي، طبعا نجوم كبار، وإن حسم التجديد هيبقى بعد لقاء صن داونز، وده اجتهاد يحترم من جريدة الأخبار في الحقيقة. لكن النقطة الأهم يا جماعة واللي لازم نتكلم فيها مع حضراتكم، إن بالعقل كده وبالمنطق يعني هل ده التوقيت المناسب اللي ممكن يتم فيه الحديث، بخلاف طبعا خبر جريدة الأخبار، يعني الناس حقهم يجتهدوا مفيش مشكلة، لكن بنتكلم بمنطقية شوية، ده مش التوقيت المناسب إطلاقا للحديث عن الجزئية دي، أو مش التوقيت المناسب اللي ممكن يكون فيه حسم لملف مهم زي ده. ليه مش التوقيت المناسب؟ مش محتاجة إجابة، لأن طبعا ماتشات كلها ورا بعض، وأنت داخل على بطولة، مباراة بطولة، مباراة السوبر، داخل على كمان مباراة بطولة أخرى وبتتعلق بأهم بطولة، هي بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة غاية في الصعوبة مع صن داونز. فأكيد أكيد ممكن يكون الحديث في الملف ده فعلا بعد مباراة صن داونز، ممكن، الله أعلم. المسؤولين طبعا هم أدرى بكل شيء في النادي الأهلي، هم اللي يقدروا ياخدوا القرارات وإن شاء الله يكونوا موفقين فيها أيا كانت إيه هي. لكن إحنا فعلا في مرحلة حساسة جدا في مشوار الأهلي المحلي والأفريقي، ده أمر مؤكد ومعروف للجميع. فالكلام في موضوع التجديد ده ما اعتقدش ان هو هيكون ده الوقت المناسب، التركيز، كل التركيز خلال المرحله الحاليه على المباريات المقبله بالنسبه لك، ده امر معروف ومهم جدا. نروح للاخبار المسائي، والاخبار المسائي بتقول ايه؟ بتقول اللي بعده: الاهلي يضم الطلائع لقائمه الضحايا بالثلاثه، يحقق الفوز الرابع عشر على التوالي. فعلا في الحقيقه في عدد كبير جدا من الضحايا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري المحلي، 14 ضحية حتى الآن، وده أمر مميز جدا ورائع للجهاز الفني وللاعبين، والأهلي ماشي بثبات كبير جدا. لك أن تتخيل أن الأهلي أحرز 40 هدفا حتى الآن في بطولة الدوري، واستقبل فقط 3 أهداف في البطولة حتى الآن، أرقام كبيرة جدا ومميزة جدا للجهاز الفني واللاعبين. الأهم الاستمرارية، ده الأهم بكل تأكيد، ومهم أيضا أن أنت تكسب وتخلص نفسك بدري في بطوله الدوري. انت ماشي بشكل، طبعا مفيش احسن من كده، طبعا انت كاسب كل الماتشات مفيش احسن من كده، لكن عشان هدفك الاخر وهي بطوله دوري ابطال افريقيا، فده هيساعد. ده ازاي؟ ان انت تتفرغ بشكل نسبي اكبر لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد ما تحسم اكبر كم ممكن من المباريات في الدوري المحلي، وده اللي بيحصل واللي بيشتغل عليه الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله الحاليه. عندك 3 مباريات متبقيين في الدور الاول في بطوله الدوري، سواء المصري، الزمالك، انبي، هيبقى امر مهم جدا، هتوصل من خلالهم ان شاء الله للانتصار رقم 17 وتعادل رقم مستر مانويل جوزيه، وهيبقى عندك اول مباراه في الدور الثاني مع سموحه تقدر من خلالها ان انت تحطم كمان الرقم ده، ويبقى بنسبه كبيره عشان يبقى برده منطقيين مع حضراتكم، الاهلي يبقى حاسم بطوله الدوري العام بنسبه كبيره باذن الله بعد تخطي هذه العقبات المقبله، 3-4 عقبات في بطوله الدوري تحديدا، ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. نروح للجمهورية واللي بتتكلم عن رمضان صبحي وجاهزيته للسوبر المحلي. مباراة السوبر يوم 20، احنا النهارده كام؟ 10 ولا 11؟ النهارده 11، يعني ناقص 9 ايام على المباراة دي، لسه شوية هنعرف الموضوع هيبقى عبارة جاهزية رمضان عبارة عن ايه، الراجل هيبقى جاهز مش جاهز، لكن نسب طبعا اكبر ان هو يكون جاهز لهذه المباراة يعني باذن الله تعالى، ان لم يكن جاهز قبل كده كمان. والاهلي في الامارات يوم الاثنين اللي هو يوم 17، الفريق هيسافر باذن الله ويستعد للمباراه الحاسمه امام فريق كبير زي نادي الزمالك. تعالوا نروح للشروق اللي بتتكلم ايضا عن رمضان، والكل بيحاول يجتهد وحقه مفيش مشكله، لكن احنا دايما بنحاول نوضح الحقيقه لحضراتكم، بالتحديد فيما يتعلق بالتحذيرات الطبيه الخاصه بمشاركه رمضان صبحي مع الاهلي في قمه السوبر. منطقيا كده بالعقل برضه، يعني هل هيبقى في تحذيرات طبيه قبل المباراه بتسعة ايام؟ كتير قوي، مش دلوقتي هيبقى التحذيرات، لو في تحذيرات يعني هتبقى قبل المباراه بيومين ثلاثه، لا خلاص خلي بالك ما تلعبش اللاعب احتياطي لانه ممكن يتصاب، لكن مش من المنطقي اطلاقا يبقى في تحذيرات طبيه من دلوقتي، ده لسه بدري على الماتش، لسه 9 ايام، الاهلي ما بين في التسعة ايام دول عنده مباراه مع المصري يعني. فممكن تقول في تحذيرات طبيه من مشاركه رمضان في ماتش المصري،
لكن الماتش لسه شويه. عبد الحفيظ لم نناقش تاجيل قمه الدوري، الاهلي جاهز يا جماعه قمه الدوري يوم 24 باذن الله تعالى. الفريق يطير الامارات دي اتكلمنا فيها، وصالح جمعه ينتظر عرضا فنلنديا او عمانيا، وده حقيقي. خلينا نروح للدستور وبرده الحديث عن رمضان صبحي. طبعا رمضان نجم كبير ولاعيب من اللعيبه اللي دايما الجمهور بيبقى متشوق ان يشوفهم في الملعب عشان بيمتلك امكانيات كبيره جدا ولاعيب مهم. فبيقول لك تقرير طبي عن تاخر شفاء رمضان والشحات مهدد بالاستبعاد. موضوع التقرير الطبي ده يعني الامور ماشيه طبيعيه، واللاعب ان شاء الله في اقرب وقت ممكن خلال ساعات او خلال يومين كمان ممكن يكون اللاعب في التدريبات الجماعيه. ومستر فايلر امبارح بالتحديد اتكلم على الجزئيه دي وقال ان رمضان ممكن بكره او بعده يكون موجود في التدريبات. يعني خلينا كمان نقول ايه موضوع الشحات وانه مهدد بالاستبعاد، ده بيبقى استنتاج شويه. ليه؟ لان الشحات ممكن فعلا الفتره اللي فاتت يعني نسبيا مش هو حسين الشحات اللي احنا شفناه مع النادي الاهلي مع بدايه الموسم، واللي احنا عارفين امكانياته الكبيره جدا جدا، لعيب جامد قوي قوي قوي. لكن بتحصل بعض الفترات ممكن لعيب مستواه يقل شويه، لكن دايما بنبقى واثقين في عودته لمستواه، لكن مش مهدد اطلاقا بالاستبعاد. يعني الامور ما بتدارش بالطريقه دي. فايلر يرفض التراجع عن رحيل صالح جمعه. موضوع صالح جمعه يا جماعه مفيش اي جديد فيه بعد اللي قاله مستر فايلر في احدى المؤتمرات الصحفيه، عشان برضو الامور تبقى واضحه لحضراتكم. دي كانت بعض الاخبار اللي تتعلق بالنادي الاهلي في الصحف. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل اخبار الاهلي في المواقع، استنونا. طيب اخبار الاهلي في المواقع يلا. اليوم السابع سر غياب ثنائي هجوم الاهلي عن مواجهه الطلائع. في الجول بالارقام فايلر يتفوق على كل مدربي الاهلي واولهم جوزيه. سوبر كور فايلر يمنح الاهلي الضوء الاخضر لتجديد عقود ثلاثي الاحمر. بطولات فايلر يرفض التجديد لحسام عاشور في الاهلي. 1 3 ثلاث ازمات في سان داونز قبل مواجهه الاهلي. طيب نبتدي باليوم السابع واللي بتتكلم عن سر غياب كل من اليو باجي ومروان محسن عن مباراه الامس. اليو باجي كان خارج القائمه، يعني هو كان موجود طبعا في قائمه ال 20 لاعب وخرج من قائمه ال 18، وده بسبب عدم الجاهزيه بسبب السفر طبعا للسنغال والاجراءات الخاصه بجواز السفر الخاص باللاعب واللي جدده بشكل كامل يعني. لكن فيما يتعلق بمروان محسن، مروان كان على دكه البدلاء بالامس لكن كان بيعاني من نزله برد، فما كانش جاهز بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء، فبالتالي كان جونيور اجاي. قد تكون رؤيه فنيه مستر فايلر ان جونيور اجاي يبتدي اساسي كمهاجم، او ممكن يكون بسبب نزله البرد الخفيفه اللي عند مروان محسن. لكن في كل الاحوال الاهلي كسب يعني امبارح 3-0 في هذه المباراه. في الجول بتتكلم على تفوق مستر فايلر على كل مدربي الاهلي واولهم مستر مانويل جوزيه، وهم قصدهم على ترسانه الاهداف مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. الراجل لعب حوالي 24 مباراه جاب 59 هدف، اكتر مدير فني احرز اهداف او كان على راس الفنيه راس الاداره الفنيه للنادي الاهلي واحرز اهداف في اقل عدد ممكن من المباريات على مدار تاريخ النادي الاهلي هو مستر رينيه فايلر. 59 هدف في 24 مباراه. كابتن فتحي مبروك 62 هدف في 28 مباراة. والكابتن حسام البدري، كابتن فتحي مبروك كان في 2015، كابتن حسام البدري 195 هدف في 100 مباراة من 2016 ل 2018. مارتن يول 52 هدف في 28 مباراة في 2016، وجوزي 465 هدف في 254 مباراة من 2004 ل 2009، وكانت الولاية الثانية لمستر مانويل جوزي. لكن اللي يضيف كمان لمستر فايلر انه حقق عدد الاهداف ده او الكم الهائل من الاهداف في عدد المباريات القليلة في مختلف بطولات النادي الاهلي هذا الموسم، مش بس في بطولة الدوري. مستر مانويل جوزي لما حقق ما يقرب من هذا العدد من الاهداف في 2004 2005 كان من خلال مباريات الدوري فقط مش كل المسابقات. لا مستر فايلر في الحقيقه ماشي بشكل جيد جدا مع النادي الاهلي حتى الان. تعالوا نروح لسوبر كوره وموقع كمان بطولات اللي بيتكلموا في ملف التجديد، واحنا علقنا على القصه دي وبيقول لك مثلا سوبر كوره فايلر يمنح الضوء الاخضر للاهلي تجديد عقود ثلاثي الفريق. قصدهم في الخبر ده يعني على احمد فتحي وشريف اكرامي وليد سليمان. وكمان في بطولات بيقول لك ان فايلر يرفض التجديد لحسام عاشور في الاهلي. اللي احنا عايزين ناكده لحضراتكم ان مفيش اي حاجه رسميه بخصوص هذا الملف حتى هذه اللحظه، لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه رسميه، كل دي مجرد اجتهادات. اخر خبر 1 3 واللي بتتكلم على ثلاث ازمات
في صن داونز قبل مواجهه الاهلي. الثلاث ازمات اللي بيرصدهم موقع 1-3 عباره عن ايه؟ عباره عن ازمه اولى ما بين بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز مع اداره النادي، هو فيما يتعلق ان اداره النادي مش بتوفر للمدير الفني الصفقات المطلوبه والاسماء اللي بامكانيات كبيره اللي بيرغب في استقدامها لصفوف فريق صن داونز، يعني بيفضلوا دايما الاعتماد على الشباب، فده امر مضايق شويه موسيماني. هو كده كده المفروض يعني انه في مفاوضات على تجديد عقده كمان مع فريق صن داونز، هو بيتولى الاداره الفنيه من 2012 حتى الان. يعني من ضمن كمان الازمات واللي احنا اتكلمنا فيهم في بدايه الحلقه وفيما يتعلق باصابه مورينا الجناح الايمن وايضا الجناح الايسر للفريق، فدي من ضمن الازمات اللي بتؤرق موسيماني مع فريق صن داونز قبل مباراه الاهلي مع نهايه هذا الشهر. المباراه الاولى مباراه الذهاب تحديدا اللي هتكون في القاهره باذن الله، ومباراه الاياب يوم 7 مارس هتكون في جنوب افريقيا ان شاء الله باذن الله تعالى. كل الازمات دي ما تشغلناش في حاجه، ما تفرقش معانا، اللي فارق معانا ان شاء الله الفريق يكون جاهز في هذه المباراه او في مجموع المباراتين ويتاهل، ده الهدف الاساسي، وهتقدر ترد اعتبارك بس بمجرد التاهل مش بمجرد عدد وافر من الاهداف او كلام من ده، الاهم انك تتاهل، هو ده المهم، والاهم واكثر اهميه كمان هو الفوز باللقب، وده هدف اساسي عند لاعبي وجمهور النادي الاهلي. انا هروح لفاصل، بعد الفاصل هستضيف طبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد المنعم فهمي، هنتكلم معاه في ملفات عديده جدا على مدار ما تبقى من حلقه اليوم من كلام في الميديا، استنونا بعد الفاصل. الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد المنعم فهمي ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. استاذ عبد المنعم ازيك؟ ازيك يا امير، اخبارك؟ وحشني، مفتقدينك والله. وانا كمان مفتقدك ومفتقد الجمهور الاهلي. كله تمام؟ بس خلاص موجودين اهو الحمد لله، نورنا دايما. الله يديك الصحه. رايك في الاهلي؟ رايي انا؟ اه لا ده رايي، ده انا لو قلته الناس هتقول انت هتجامل، اي واحد تقراه بدات تعرف ملامح دماغه فيها ايه. لكن هو رجعنا مرة تانية امبارح للإقناع والإمتاع والأهداف الحلوة والأهداف اللي بتيجي في أوقات معينة والأهداف الجميلة واللعيبة اللي اكتشفها في بداية الموسم، عاد اكتشفها، مش اكتشف، عاد اكتشفها زي عمرو السولية وأهدافه الجميلة والتسديدات الحلوة والجميلة. وده يخلينا نقول إن فايلر يعني في جعبته كتير لسه لسه. وأنا من هذا المكان بقول لمسؤول النادي الأهلي إذا أرادوا استمرار الصحوة الكبرى واستمرار النتائج الممتازة سواء على أي صعيد من الصعود، وطالب بالإبقاء على هذا الرجل من أجل النادي الأهلي أولا والكرة المصرية ثانيا. لماذا؟ لأن فايلر عندما يتألق معه الأهلي ولاعبه الأهلي فإنه يكون مردوده أكبر على المنتخب الوطني، وده شيء جميل ورائع ويحسب لفايلر لأنه راجل هادي. أنا يعني شفته امبارح كمان واللي عمله في المؤتمر الصحفي يعكس لك انه راجل فاهم وراجل مذاكر، ويقول لك انا فاهم صحافه وفاهم اعلام كويس، وكمان استنى حته وقوفه على الكرسي ديت الناس ما خدتش بالها منها. وقوفه على الكرسي لغايه ما يخلص المترجم بتاعه استاذ عمرو محب يخلص السؤال ويقولوا للناس، ده قمه في الاحترام. طبعا 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 يعكس مدى احترام هذا الرجل للمتابعين. هو في البدايه قال ايه؟ في البدايه سمع الصحفي الزميل العزيز اللي بيسال سمع بيقول كلمة صن داونز، فقال للمترجم أستاذ عمرو محب قال له واضح إن الكلام على مباراة صن داونز وإحنا عايزين نتكلم على مباراة النهاردة بس، فبالتالي الراجل ترجم الموضوع، لكن كان حريص أيضاً على إنه يعرف السؤال كان عبارة عن إيه، وكان حريص بشكل أكبر إنه يرد، فده أمر مهم يعني. في ناس بتتكلم بتقول لك الصحفيين أحياناً بيسألوا أسئلة مش في مكانها، تمام، وأنا معاهم في ده. تمام. لكن الفضول دايماً يخليك بتحاول تعرف الراجل دماغه فيها إيه، لأن خلي بالك برضه لما انت تسال مسؤول الاول الفني في النادي الاهلي فايلر عن استعدادات، لان برضه ماتش انت خلي بالك الدوري الاهلي ماشي فيه بصوره كبيره جدا، والاسئله في الدوري والفريق واضحه للناس كلها. انما الصحفي عنده فضول، اي نعم مش في مكانه، لكن الفضول بتاعه دايما بيخليه ممكن يسال سؤال مش في وقته. بس السؤال بالنسبه للصحفي في وقته انه عايز يقول معلومه للناس، الراجل بيفكر ايه بالنسبه لصن داونز. انت خلي بالك مباراة صن داونز دي مش مجرد مباراة، ده مباراة يعني تعتبر مباراة تاريخية، مش هقول سارية لان كرة القدم ما فيهاش طار ولا خصومة والحاجات دي، كرة قدم 90 دقيقة بتنتهي بفوز احد الفريقين، الموفق هو الذي يفوز وغير الموفق هو الذي ايه يخسر او يتعادل او اي نتيجة من النتائج. فمن الطبيعي
ان هو يعرف دماغه فيها ايه وبيفكر فيها ازاي، وهل هو عنده ملف من صن داونز ده من السنه اللي فاتت؟ اكيد طبعا، لان الاهلي بينظر الى هذه المباراه نظره مختلفه تماما، ويشاء السميع العليم ان ربنا او القرعه تحديدا تخلي قدامك في نفس التوقيت وفي نفس الدور صن داونز، يعني فرصه كبرى. ولا في ملف، الملف ده جاي نتكلم فيه، الملف ده جاي يعني ده الافتتاحيه بتاعتنا بقى. احنا اللي خلينا نتكلم في موضوع صن داونز بسرعه كده هو اسئله الصحفيين امبارح في المؤتمر الصحفي، بس بالنسبه لفايلر واحترامه الكبير جدا رد على اسئله الصحفيين، لكن عايزين نتكلم بالتحديد عن مباراه الامس واسباب عوده اداء النادي الاهلي في مباراه امبارح من وجهه نظرك. اولا بص، فايلر في ميزه حلوه مستمره معاه، وهو انه بيقرا المنافسين قبل بدايه المباريات واثناء المباريات وخلال الاوقات المهمه في المباريات، وده يخلينا نقول احصائيه للناس، احصائيه حلوه جدا يعني الناس ايه ممكن تنبسط بيها، تنبسط بيها او تمام. تنبسط بيها تمام. الاحصائيه بتقول ايه؟ ان الاهلي اجمال نسبه الفوز 100%، ودي نسبه كبيره جدا، مش عايز اقول لك كل المواقع العالميه بتقول نسبه فوز النادي الاهلي 100%، وده شيء رائع جدا وحاجه جميله جدا وحاجه لا غبار عليها. اجمالي اهداف الاهلي في كل مباراه 3.07 يعني 3.7% هدف، ودي نسبه حلوه جدا. لو بصينا بقى الاهداف جت امتى، انا عايز الناس تركز معايا، توقيتات. ثلاث اهداف من الدقيقه الاولى الدقيقه 10 ودي نسبه كويسه، هدفين من الدقيقه 11 للدقيقه 20، ثلاث اهداف من الدقيقه 21 للدقيقه 30، هدف من الدقيقه 31 للدقيقه 40. تمام، خلي بالك بقى، تعالى بقى فين، في الـ في الـ في الاوقات الصعبه او الاوقات اللي بيتدخل فيها فايلر عشان ندعم كلامنا بارقام واحصائيات. في الدقيقه من 3 ل 41 ثلاث اهداف من الدقيقه 41 للدقيقه 50. بالنسبه بقى نخش في الشوط الثاني اللي هو طبعا ده مهم بالنسبه ايه للنادي الاهلي ومحب النادي الاهلي، اللي بيقولوا ليه ده فايلر دايما بيتالق. ده هنبص كمان، جاب 8 اهداف في الدقيقه من 51 ل 60 وخمس اهداف من الدقيقه 61 للدقيقه 70 وسبع اهداف من الدقيقه 71 للدقيقه 80. تعالى بقى في الحته بتاعت النادي الاهلي هي البلس 90 اللي هي بقى 11 هدف من الدقيقه 81 للدقيقه 90، عدد كبير جدا. يعني خلي بالك 11 اكبر نسبه اهداف للنادي الاهلي في ال 10 دقائق الاخيره على مدار المباراه على مدار المباراه، وده يعكس لك أهمية التدخل بتاع فايلر. فايلر بيقرا منافسين، وخلي بالك أحيانا لما بيجي في مقارنة ما بين المنافسين وبينهم بعض بتلاقي هو بيعرف يضحك على المنافسين، بيعرف يقرا إيه المنافسين. يعني ماتش بيراميدز الأخير تلاقي إن هو إيه في حرص دفاعي وغير لعب بمدافع وسحب مهاجم، فأنت إيه معانا عايز تحافظ على الفوز، لا راح منزل لك مين المهاجم السنغالي وضغط عليك وكسبك. الماتش امبارح تلاقي اللعيبه ايه بتوع الجيش عاملين كده في مساحات كبيره جدا والرقابه رجل يعني، فتدخل في الوقت المناسب عمل تغييرات وخلى المباراه بالنسبه لك انت تسود هذه المباراه. خلي بالك امبارح الناس مش واخده بالها منها، يعني ازعم ان الهدف اللي جه الاهلي الهدف الاول للنادي الاهلي هدف تاريخي تاريخي. ليه؟ ليه؟ طبعا ما فيش نادي في الدنيا لاعب اربع في مصر، ما فيش نادي اشرك اربع لاعبين اجانب في مباراه واحده غير السنه دي. فالهدف اللي جه الاولاني ده هدف تاريخي، كل الاجانب ساهموا فيه. وهدف ده هدف يتحط في يعني في ارشيف النادي الاهلي في اهدافه، هدف جميل وهدف ملعوب، والاربعه الافارقه او الاجانب الموجودين ساهموا فيه، ده حاجه جامده جدا. ده من اليو ديانج نهايه بقى جاي. بالنسبه للاحصائيه يعني في احصائيات كثيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي تؤكد ان النادي الاهلي هو الهدف بقياده فايلر يقدم اهو معنا يعني هنا. يعني حاجه جامده جدا وحاجه ملعوبه وتكرر كتير. خلي بالك انما التكرار في انه اربع لاعبين اجانب يحرزوا هذا الهدف بهذا الشكل الجميل لا يديك مؤشر ان الاهلي عاد في مباراته الاخيره لما كان عليه في بدايه الموسم على الشاشه هنا. فده شيء جميل وشيء رائع. محمد طيب. بسام امبارح متالق جدا بصراحه يعني كان عامل مباراه رائعه يعني. طيب برضو الجزئيه المهمه بالنسبه لي يا استاذ عبد المنعم ان الفتره الاخيره ما قبل مباراه طلائع الجيش الكثير كان بينتقد اداء النادي الاهلي وقال ان الاهلي بيكسب بصعوبه وكلام من ده. هل طبيعي ان الاهلي يفضل يلعب كل المباريات باداء ثابت واداء يكون مميز،
ولا في بعض المباريات ممكن تستغنى على الاداء عشان النتيجه بتبقى اهم مثلا؟ قول لي انا مش ضد ان جمهور الاهلي يكون طماع اكيد ده. لا ده امر مفروض من العادي ما فيهاش مشكله. ليفربول صح؟ طبعا انت بتشوف كل مباراه امتاع عن المباراه طبعا الماضيه طبعا حقيقة صح وعارف صح ان صح اي مباراه هتلعبها هتتمتع بلاي ستيشن لعيبه بتلعب عارفه واجباتها ايه وعارفه يجي الاهداف ايه وصلاح دوره ايه وماني وفيرمينو. فإذا كان ليفربول مطمع جمهوره في انه يشوف في كل مباراه اداء ونتيجه والنادي الاهلي قليل يعني بالنسبه لجمهوره لا طبعا مش قليل فبالتالي جمهور الاهلي الطماع دايما يحب يشوف الحاجه الحلوه وده شيء مفروض منطقي وطبيعي في اي جمهور في مصر. بس جزئيه ليفربول بالتحديد اللي مخلي ان الاداء ثابت ومرتفع دايما هي ان المدير فني بقى له اكتر من 3 4 سنين مع ليفربول وان المجموعه دي بقى لهم سنتين واكتر كمان بيلعبوا مع بعض بنفس التشكيل بنفس السلالات خلاص حفظوا بعض بشكل كبير جدا يعني. الاهلي في ميزه بقى ايه بقى؟ انت فايلر طبعا الناس كل مره بيسالوا انت بتحب بقى بحب الفاير اصلا انا ليا جذور في سويسرا فانا بحبه جدا يعني بصراحه ليا جد سويسري عشان كده بحبه يعني فجزئيه فايلر ان هو انا زمان يعني من حلقتين ثلاثه مش عارف كنت معاك ولا كنت ايه كنت فين قلت ان فايلر مدرس ذكي بيستطيع ان يستوعب اللاعبين في فتره وجيزه بدليل انه في اول مباراه مع منافس بحجم الزمالك كسب الزمالك مش مكسب فني بس ده مكسب فني واحد ذكاء خطط اثنين ثلاثة استخدام لاعبين في أماكنهم الحقيقية بإضافات فنية حلو وده خلينا نقول بشكل متعمق أكتر إن فايلر راجل فلسفة راجل فاهم راجل واعي تهرب منه مباريات عشان ما تقولش إن هو مدير فني خارج لا طبعا شيء طبيعي ومنطقي تهرب منه مباريات لأنه برضه ممكن اللعيب عنده ما ينفذش الأداء اللي هو عايزه الخطة اللي هو عايزها لكن في النهاية الإجمالي إيه بس خلي بالك ده في الدوري المحلي. في الدوري الإفريقي بقى الناس بتسأل الأداء متباين ده شيء طبيعي ومنطقي. أنت بتلاعب ليه طبيعي ومنطقي؟ طبيعي ومنطقي أنت بتلاعب أفضل أندية القارة تمام كل فريق جايب من بره كل الانتدابات الرائعة والجميلة عشان خاطر الناس كلها عندها ما هو أنت بتشارك في الدوري الإفريقي الأهلي كان نفسه ياخدوا اللقب الترجي نفسه في اللقب صن داونز نفسه في اللقب فكلهم نفسه في الألقاب أسماء كلها كبيرة وأسماء عندها يعني نهم للفوز بالبطولة. الترجي عنده النهم والمازيمبي وصن داونز كل الفرق عندها أكيد. فبالتالي الأداء هناك مختلف الإفريقي أداء مختلف والقوة مختلفة. بالنسبة للنادي الأهلي يعني بيعاني من كذا حاجة في القصة دي. أولا عدم وجود جمهور يعني أنت بتروح مثلا مازيمبي بتلاقي مثلا 100,000 متحمسين أنت بتلاقي 5 6 7 8 9 10 وخلي بالك لو جينا نتذكر 2013 الأهلي خد البطولة دي والدوري في مصر ما كانش منتظم بالانتظام الكامل بس خدها بايه؟ بجمهور طبعا خدها ب 2012 تحديدا كمان كانش في دوري اصلا و13 بالجمهور كمان. يعني خلي بالك الجمهور هو القاسم المشترك في بطولات النادي الاهلي أكيد. انت عندك بيدخل لك 10,000 وال 10,000 احيانا بيدخلوا بمشاكل وحول 5 خليهم 10 خليهم 15 والمشاكل بتاعه المدرجات اللي كلنا عارفينها انما الاهلي فنيا يستطيع ان يجاري الفرق الكبرى بس عشان ما نضحكش على بعضينا الاهلي محتاج فنيا بعض اللاعبين ده مش هيحصل طبعا السنه دي محتاج السنه الجايه بقى فده مش يمنع ان الاهلي لا يستطيع المنافسه بالعكس الاهلي يستطيع المنافسه صار الوصول الى اماكن اكبر في البطوله بس هيتعب شويه هيتعب بدعم طبعا هيتعب لما هيتعب احنا نشوف ايه مصادر التعب بتاعته جمهور ده لازم بقى المباراه دي كل الاطياف في مصر على قلب رجل واحد لان الاهلي والزمالك وكل الفرق اللي بتلعب في الدوريات اللي هي القارية بتمثل الكرة المصرية فلازم نقف وراها عشان خاطر نوصل للأماكن الأرحب الأماكن الأفضل بالنسبة لنا هي الحكاية مش مباراة وتعدي والسلام زي ما يكون واحد عايز يقدم مهمة وخلاص عشان يلعب النادي الأهلي النهاردة وخلاص لا ده مهمة كبيرة جدا وكمان اكتسبت هذه المباراة زخم انك انت بتلاعب فريق غلبك سكور عالي وتاريخي في ملعبه فانت لازم تدي جمهورك انطباع انك انت عندك قابليه انك انت لن تجعل هذه المباراه تمر دون صقر كروي او صقر رياضي عشان ما حدش بس في صقر كروي وصقر رياضي عادي يعني التعبير ده طبيعي جدا وده منطقي وطبيعي
يعني هو الاهلي هيلعب. طب الصقر هيكون عباره عن ايه؟ الصقر الرياضي ده هل هيكون عباره عن انك مجرد بس تتاهل ولا مطلوب حاجه اكتر من كده من لعيبه النادي؟ ما هو انت لو طلبت من اللعيبه ان تغلب صن داونز 5 يبقى انت حطيتهم كده تحت ضغط رهيب وممكن يجيب الجون الاولاني ويجيب الثاني ويجيب الثالث. الكل فين وفين يا عم؟ تمام. يبقى انا اتمنى ان الاهلي يتاهل على حساب صن داونز بغض النظر عن النتيجه، بس اهم حاجه التاهل. التاهل ده معناه ان النادي الاهلي يعني استطاع ان يقصي احد اهم ثلاث فرق في البطوله دي. فعلا فعلا. وبالتالي رساله من النادي الاهلي ان هو قادم، رساله للترجي لو صعد، رساله لاي فرقه من المازيمبي لو صعد، رساله لكل فريق كبير ان النادي الاهلي كبير مثلما تقولون انكم كبار. لكن انا بص انا نفسي فايلر يعمل ايه؟ يروح في اوضه اللبس كده يجيب النتيجه 5-1 او 5-0 والنتيجه بتاعت العوده هنا يحطها، ويحط بطولات النادي الاهلي في فرقه ويحط بطولات الانديه الثانيه. بس اتفرجوا عليه، بصوا عليه. كان بيتعمل زمان دي ايام المرحوم ثابت البطل كان بيعملها. يشوف النتيجه، شوف انت، شوف انت، انت عايز ايه؟ مباراه انت سقريه، مباراه دبل يعني ايه عصفورين بحجر واحد، تصعد وتسقر. فانت وسبحان الله نفس اللاعبين اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت معظمهم ب 70% موجودين. يلا ورونا هتعملوا. فرصه لي. فرصه كبيره جدا. فرصه حماسيه يعني تحمس لعبتك، وفرصه فنيه. جالك مدير فني مختلف بقى عن مش هنجيب اسماء، مش هنتكلم عن اسماء، لا مدير فني واعي ومدير فني خلي بالك الاجواء اللي بيشتغل فيها. اشتغل راح تونس الاجواء صعبه شويه في تونس، راح السودان انت عارف عامل ازاي. لا ده انت رايح بقى فرقه كوره، فرقه مشجعي كوره. خلي بالك صن داونز في جنوب افريقيا دول عندهم الكوره دي مزاج. فعلا فعلا. مش دول شمال افريقي حماس وتخض اللعيبه بيتمتعوا باللعبه بالظبط كده. ولذلك انا شايف ان صن داونز هو اهم فريق موجود في الثمان فرق اللي تاهلت. ليه؟ لانه فريق بيلعب بطابع اوروبي. حتى لما تقرا كلام مدير الفني تلاقيه راجل خبيث بصراحه، وتصريحاته هي يعني سهل يعني تصريحاته يعني. عمال ايه عمال يقول لك انا بعرف كذا وبيعملوا كذا. هل ده طعم ولا تصريحات عاديه؟ هو ذكي دايما في تصريحاته. المفروض بقى فايلر بذكائه بقى يقرا الراجل ده كويس، يقول له الراجل ده موجود بقى له 60 سنه مع الفريق ده. يخلي باله. يعني بتكلم على يورجن كلوب ده غلبان بالنسبه له الراجل. بقى له انا من ساعه ما وانا في البدايه اعرف ان هو موجود معاهم. فبالتالي محتاج يذاكر الراجل ده كويس جدا، يذاكر دماغه بشكل شغاله ازاي. خلي بالك انت جاي مع مديرين فنيين العقل هو اساس الاداء. خلي بالك انا فايلر بيعجبني في وقفته في مباراه، تحس انه عمال يبص على اللعيبه، بيذاكر بيقرا اللعيبه ويقرا المنافسين. وده خلي بالك نقطه مهمه الناس مش واخده بالها منها. الراجل ده لو استمر السنه الجايه هيضم للاهلي لعيبه انت مش واخد بالك منهم ولا انا مش واخد بالي منهم ولا الجمهور واخد باله منهم، وتلاقيهم لعيبه افزاز. انا عندي اسماء طبعا مش هقول اسماء دلوقتي على الهواء عشان انا ايه يعني انا هحتفظ باسراري برضو. تمام. زي ما القناه بتحتفظ باسرارها. مفيش مشكله. انا عندي بعض الاسماء انا ذهلت ايه مين ده مين ده مين ده مين ده، بحثت بقى على الاسماء دي مهتم بيهم مهتم يعني؟ بيها بحثت على الاسماء دي. ده كذا وبيلعب كذا وبيلعب 1-2-3 وفي مركز 1-2-3. يعني اللعيب بيجيب لعيبه من لعيبه الجوكر، اللعيبه اللي يقدر يأدي في اكتر من مكان واحتمال ده يمشي. وخلي بالك لما قريت اللعيبه اللي جايبها عرفت مين ممكن يمشي وممكن مين يستمر. خلي بالك ما انت لما بتقرا المدير الفني كويس بتبقى وجهه نظر مدير فني في الاخر يعني، لكن ده يقال الاتوقع من المجموعه الموجوده حاليا. خلي بالك خلي بالك هو عامل حاجه الناس مش واخده بالها منها، بس ممكن في جمهور ذكي، جمهور النادي الاهلي ذكي جدا. هو ايه؟ لما لعب امبارح بلعيبه كل اللعيبه بتلعب بالظبط، اصحاب النجوم او كل لعيبه الاهلي، كل نجوم الدوري نجوم يعني. عشان ما حدش يزعل مننا يعني، لكن في اسماء معينه بتبص على القايمه ايه ده ايه دول، تلاقي بيقول للناس انا النادي الاهلي بيلعب بكل الاسماء وانا هلعب بكل الاسماء وهكسب بكل الاسماء. يعني برضه عشان الكلام يبقى واضح في مستويات في النادي الاهلي، يعني مثلا في المراكز المعينه في رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. ده طبيعي في اي حته. تمام. ده طبيعي. انا مش عايز اقول اسماء عشان الناس لا لا بس ده امر طبيعي في كل حته. لكن الميزه اللي عند مستر فايلر ان اي واحد بيلعب سواء رقم 1 او 2 او 3 سيبك من الروتيشن اللي بيتقال عليه بيأدي وبيكسب. اسمه ايه هو؟ روتيشن. عشان انا صعيدي ما بعرفش اقولها قوي يعني. 1-2-3 بيعمل ايه؟ بيختار رقم 3 يحطه لك يلعب، ورقم 2 يحطه لك، اختار رقم 1 يحطه لك، وتبص تلاقي ايه ده؟
طب ما هو امبارح في اسماء الناس كلها اندهشت انها بتلعب والاهلي لعب احلى مباراه. وتالقوا طبعا. لما بدل اللعيبه هتلاقي الامر اختلف افضل وافضل. اذا هو اشتغل على الجاهزيه. في حاجه بقى، انا بس ما اعرفش، عمال افكر فيها كل شويه، اعمل كده في دماغي فايلر. طب يعني هو بيستنى ليه الشوط الثاني عشان خاطر يعني ليه الاهلي بيجيب مثلا من الاهداف اللي جابها، جاب 40 جول صح؟ جاب 11 في الشوط الاولاني. تخيل 11 في الشوط الاولاني وال40 بقيتهم كام؟ عشان انت عارف ما بعرفش احسب. 29. انت برضه بتعرفش تحسب. ما بعرفش احسب خالص. 29. 29 في الشوط الثاني. ده ايه ده؟ يعني معناه الراجل ده قاعد يعني بيكتشف لعبته في الشوط الاولاني مستواهم عامل ازاي، وهل هم كويسين ولا في احلى يومه ولا مش في يومه، والمنافسين شغالين ازاي وفي دماغهم ايه. ده خلي بالك ده شغل طبعا، ده شغل. وده يخليك، انا زي ما قلت لك، السنه الجايه اتوقع ان النادي الاهلي مش هيكون الشوط الثاني بس، هيكون الاولاني والثاني. ليه؟ لان هو خلي بالك الاهلي فايلر هيبقى قابل كل المنافسين كفرق وكمدربين وكلعيبه، فبالتالي هو يعرف. هو خلي بالك دلوقتي هو كل مره بيستكشف نادي جديد لغايه ما عاد الدور الاولاني. وخلي بالك الدور الثاني المفروض بقى عايزين من فايلر، انت خلاص بقى كل المدارس التدريبيه انت لعبت معاها كلها، لعبت كل لعبت مع المصري والزمالك وكل الانديه دي كلها. عايزين بقى الشوط الثاني شوف دماغك بعد ما قابلت الناس دي وجها لوجه هتعمل ايه. وده يخلينا نقول ان مباراه الزمالك اللي جايه دي اللي هي في السوبر، ايه بقى يا عم فايلر هتعمل ايه؟ انت فاجئتنا وفاجئت ميشو قبل ما يمشي، ولا ميتشو قبل ما يمشي، وبثلاث اهداف قبل اخر ثلث ساعه. طب دماغك فيها ايه؟ وخلي بال حضرتك كل انت وانا والجمهور بيفكر الراجل ده بيجهز ليه. لو ترجع بالذاكره لورا، ما اعرفش بقى تكون في سنك ولا لا، راينارد سوبل فاكر؟ فاكر سوبل طبعا. طيب الراجل ده في التسعينات كان يعمل حاجه حلوه جدا، مبارياته مع الزمالك تلاقي مفاجاه تكتيكيه او مفاجاه في لعيب بيلعب بالظبط. يعني في مره ياسر ريان بيلعب ناحيه اليمين او بيلعب ناحيه الشمال تلاقيه قلب الناحيه ولعبه مش عارف ايه. زمان ما كانش في المرونه التكتيكيه عند المدير الفني يقول لك لا هو بيلعب هيلعب بكده. تمام. فبالتالي احنا محتاجين من فايلر، جمهور الاهلي منتظره زي ما انت منتظر، زي ما الناس منتظرينه، جمهور الاهلي منتظر يشوف هيعمل ايه في مباراه الزمالك. خلي بالك فبراير ده شهر من الشهور التاريخيه للكره المصريه. الكرة المصرية كلها، الأندية يعني اللي بتلعب في الكرة، الأندية الكرة المصرية. فبالتالي انت قصدك يعني شهر تاريخي للأهلي وللزمالك والإسماعيلي كمان في البطولة العربية. بالتالي نتمنى يعدي على خير المصري والبيراميدز ويبقى شكل رائع إن شاء الله. طيب حضرتك عندك شغف كبير جدا للمباريات الشهر ده تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، بالتالي رحت انت ايه، انا سبتك براحتك دخلت على كل مباريات صن داونز والزمالك وكلام من ده. عايز نفصل. طبعا لا طبعا خد راحتك خالص، لكن تمام. الاهلي عنده المباراه المقبله مهمه جدا مع المصري بورسعيدي، خصوصا في ظل ارقام قياسيه النادي الاهلي بيحققها وبيقترب من رقم مستر مانويل جوزيه وكلام من ده. بتشوف مدى اهميه هذه المباراه بعد تخطي طلائع الجيش بالامس وبالاداء الجيد امبارح؟ ما هو انت ما انت انت عشتني عشوه حلوه. حلو. وتاني يوم انا معزوم عندك. تمام. هتعشيني عشوه حلوه تاني ولا تعشيني تجيب لي فول وطعميه وكلام؟ لا عشوه حلوه. تمام. انا منتظر من فايلر عشوه حلوه. طب بس في منافس اقوى نسبيا، يعني خلينا نتكلم منطقيا اللي هو المصري. ما هو انت قابلت بيراميدز منافس قوي وكسبته. بس ممكن البعض كان بيعلق على اداء شويه. لا ما انت برضو كل مباراه ليها ظروفها. انت بيراميدز بتلاقي فرقه اربع مباريات بتكسبك، ففي عامل نفسي. بس برضو انا دايما بتكلم بقول ان العامل النفسي ده شيء طبيعي ومنطقي، بس اتمنى في الفرق الكبيره زي النادي الاهلي تتغلب على هذا العامل النفسي. وحسنا كان فوز النادي الاهلي عشان خاطر انت برضو لما يعني منافس زي بيراميدز بيكسبك اربع مباريات والخمسه كانت هتبقى، خلي بالك كانت هتبقى الخمسه لاخر نص ساعه الا تدخلات فايلر. فايلر بقى عايزينه بقى، خلي بالك انت بتشتغل دماغ مع دماغ ايهاب جلال مع فايلر، والاثنين بيمتازوا خلي بالك حتى تحس ان في سمات شخصيه ما بين الاثنين مع الفوارق طبعا الفنيه. برغم ان انا اقول ان ايهاب يعني برضه من المدربين الكويسين جدا كبير، وانا اعرفه عن قربه وعاصرته من هو صغير يعني. ف مباراه جيده طبعا، مباراه هتكون مباراه رائعه، مباراه ينتظرها جمهور الفريقين. طبعا عارف في حساسيه ما بينهم، نتمنى تتحول هذه الحساسيه الى حساسيه فنيه فقط. تمام. فالنادي الاهلي طبعا علشان الارقام رقم واحد، وخلي بال حضرتك انت لما بتبص على ارقام النادي الاهلي بتتمنى تزيد طبعا، لانك انت برضه لما بتزيد
انت بتكون سعيد ومبسوط، وخصوصا ان الانبساط ده بياتي ان المنافسين الكبار والصغار والمتوسطين يتساقطون الواحد والاخر، وده اللي بيعشمني ويخليني اقول دايما ان الاهلي يتحول كذلك في افريقيا. بغض النظر عن هخرج بس استطراده بسيطه كده، اذا النادي الاهلي السنه دي ربنا وفقه وخد البطوله يا رب، هيكون السنه الجايه بالنسبه للاهلي اهلي موسم تاريخي. يعني اتمنى الحلقه دي تبقى موجوده، كلامي ده يبقى موجود. ليه موسم تاريخي من انهي ناحيه؟ يعني من نواحي كتيره. اولا انت عملت الصعب، اوعى تفكر ان السنه دي الموسم سهل بالنسبه لافريقيا، موسم من اصعب المواسم وفرق مجهزه نفسها بكل اللعيبه الممتازين. ده فرقه الترجي فيها حوالي 12 13 لاعب اجنبي ما بين جزائري براحتهم، انا ما عنديش ازمه خالص. فرقه تقيله جدا، الناس بتزعل بيقول لك من الانتدابات، بس طب واحنا برضو احنا يعني ده برضو احنا احرار في تسيير الدوري بتاعنا يمشي بكام لاعب يعني. فالنادي الاهلي لو حصل باذن الله مثلا على البطوله ان شاء الله، فهتلاقي الاهلي مختلف تماما. مختلف ليه؟ لانه خلاص استعاد مكانته اللي من 7 سنين اللي هو المفروض يستحقها، فبالتالي في دعم نفسي دعم فني. فايلر هيبقى موجود بقى طبعا، انت اكيد فايلر هيقعد. انا ما عنديش طبعا يعني لسه فيش اي تحركات بخصوص هذا الملف يعني، لكن بس يعني بامانه من خلالك اتمنى من مسؤول النادي الاهلي ان يبقوا على هذا الرجل. هذا الرجل في كل المواصفات اللي يتمناها اي مسؤول في نادي. هدوء، راجل رزيل جدا، محترم جدا، راجل مهذب جدا، اخلاقه عاليه جدا، مفيش مشاكل بينه وبين اللعيبه. حتى لما في مشاكل بينه وبين اللعيبه مشاكل فنيه وليست لها علاقه باي امور شخصيه طبعا. والله انت بينه وبينك مشكله، مشكلتي هو مشكله في بينه وبينك حاجه اسريه ولا حاجه عائليه، ولا انت ليك جذور في سويسرا ولا ليك ولا خدت ساعه منك سويسرا لا، انت المشكله بيني وبينك فنيه. بس احنا مشكلتنا دايما في مصر هنا احنا بنشخصن الامور. ده ما بيحبنيش، طب ما بحبكش ليه؟ طب ما بحب وليد سليمان ليه؟ راجل عنده 34 سنه بالتحديد موجود. العقليات الاجنبيه ما بيفكروش بكده، لكن المصريين في كده على فكره عادي ماشي. بس انت كلاعب المفروض انت راجل خبره وتعرف الراجل ده قدامي عايز اشوفك في التمرين، اشوفك في المباراه وهديلك. لكن في لعيبه في النادي الاهلي مع الاسف لم تستوعب هذا الفكر، فبالتالي خرجت للاعاره أو اي شيء من هذا القبيل. لكن في النهايه احترام لهذا في الاول وفي الاخر محدود بعدد معين من اللاعبين بالتحديد في القائمه الافريقيه كمان والقائمه المحليه 32 لاعب. انا بحترم هذا هذه العقليه وبتشوف احتياجاتك الفنيه وبتختارها عادي، ما فيش مشكله. ممكن اللاعبين اللي خرجوا اعاره دول لاعبين ممتازين في الحقيقه، لكن الاحتياجات بتبقى ايه وبيختارها المدير الفني. انا هتكلم كلام عام. ليس كل لاعب يصلح للعب في الاهلي او الزمالك. تمام. ليس كل لاعب، هناك لاعبون يستطيعون، انا بقولها باللغه العربيه الفصحى، يستطيعون التاقلم سريعا مع كل المعطيات اللي هم الجديده التي هم فيها. في لعيب لا يستوعب، يعني في لعيب امكانياته الفنيه عاليه لكن امكانياته الذهنيه والعقليه لم تستوعب المكان اللي هو فيه، فبالتالي لا يستطيع ان يتوائم بين امكانياته الفنيه وامكانياته العقليه. تمام. الكلام ده واضح اظن للناس كلها. يعني مثلا انا بكلمك كمثال، وليد سليمان لعيب جه منين؟ لعب في بتروجيت والجونه ولعب في انديه كتيره جدا، لكن عندما جاء النادي الاهلي عقله استوعب ان هو في النادي الاهلي، استوعب جماهيريه النادي الاهلي، استوعب ان هو لعيب محتاج 1 2 3 4 5 عشان يبقى لاعب في النادي الاهلي. واستطاع ان يبقى لاعب في النادي الاهلي. في لعيب تاني تجيبه لعيب بمهارات عاليه جدا وامكانيات رائعه جدا، ولكن لا يستطيع ان يستوعب انه في النادي الاهلي ولا يستطيع ان يوائم ما بين الاثنين، فبالتالي يعمل ايه؟ بيحصل في دماغه خلل، فمش عارف يعني يسيطر على نفسه ولا يبقى لعيب في النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بالجوانب الفنيه خاصه بفريق النادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت والفتره كمان اللي جايه الحاسمه جدا في مشوار الفريق. انا عايز اتكلم معاك يا استاذ عبد المنعم وبالتحديد اخد رايك في عقوبات لجنه الانضباط فيما يتعلق بمباراه الاهلي وبيراميدز تحديدا، رايك ايه؟ هو انا قريت العقوبه اللي خدها الكابتن سيد، بس قريت اللائحه برضو بشكل تاني. كويس كويس. خلينا الامانه نقول ان هو في ان التوبيخ في توبيخ، عقوبه تكرار التوبيخ دي كانت عقوبه سابقه على الكابتن سيد. التوبيخ حتى هو تساءل يعني في توبيخ؟ لا كان في توبيخ. لا هي منصوص حتى كلمه موجودة التوبيخ في موجوده في اللائحه. كونه رغم يعني ان ممكن يكون المسمى مش مناسب قوي، لا لا هو خلي بس الترجمه بتاعتها توبيخ. تمام. بوبخك يعني الومك يعني. هو التحذير برضو اقوى من التوبيخ، يعني التحذير اقوى من التوبيخ، انما التوبيخ يعني فيها نوع من ايه؟ ما تعملش كده يعني فيها كده فيها سهوله ماشي. المهم انما
انا سمعته امبارح وزعلان بيقول لك انا عملت ايه. لا هو انت مجرد كلامك برضو مع مثلا مع ابراهيم نور الدين ممكن هو كان خده بشكل مش تمام. فبالتالي تم كتب في تقريره انه اتكلم معايا بشكل مثلا غير لائق. هو شايفه ما هو انت ممكن تكلمني وانت بصحة عصبيه، انت بالنسبه لك جواك عصبي فبتتكلم بناء على عصبيتك معايا، بس ما تقصدش انك انت ايه. انا مش ببرر الكابتن سيد، انا بكلمك على جزئيه ان هو الانفعال اللي كان حاصل بالكابتن سيد سواء كانت اي درجه اي نوع من الدرجات، هو ابراهيم نور الدين اعتبره ان هو نوع من ايه، نوع من او محاوله ان هو يعني الوصول مثلا لكلام مثلا او ما استوعبهوش، فبالتالي كتب ده في تقريره. فالتوبيخ تحول من توبيخ الى عقوبه. بس ده لا يدين الكابتن سيد. خلي بالك هو ما عملش حاجه غلط. هو كان يستحق العقوبه؟ والله انا ما انا انا ما اعرفش هو كتب ايه ابراهيم في تقريره. سيبك من اللي ابراهيم كتبه، احنا شفنا كلنا في الشاشه. هو كلمه صفاره 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 كل شويه صفاره، انت بتعطل اللعب يعني. بس, بس بس في حاجه خلينا نقول يعني في حاجات اسخن من كده يا استاذ عبد المنعم بتحصل وما فيش عقوبات فيها. بس في حاجه يعني انا كابتن سيد مدير الكره بالنادي الاهلي وصديق شخصي وحاجه محترمه، يسيب الحكم هي وبعدين يعني. ما هو الكلمه زي دي اهو، ما انت عارف اديك يعني خليته خد عقوبه. فبالتالي انا الحكم ممكن اتكلم معاه، في حكم ممكن يتقبل، حكم لا يتقبل. وخلي بالك الاجواء كانت مكهربه، المباراه نفسها كانت متكهربه. مباراه انت بتلعب بيراميدز كسبانك 4 مرات وكسبان 1-0 وخسران 1-0. فبالتالي طب لو الكابتن سيد كان عامل حاجه جامده قوي ليه ما اطردش؟ ده اداله انذار. ما هو انا بقول لك ما التوبيخ، ما هي دي برضو دي عكس دي يعني اداله انذار وهو على الدكه، دي عكس دي. ماشي ما هو التوبيخ ده عارف لو طرده اقول لك ماشي ما فيش مشكله، يبقى الكابتن سيد اتكلم باسلوب مثلا انا مش بدافع والله عنه الدفاع وخلاص، انا بتكلم منطقيه شويه. انذار يعني نص عقوبه. اوكي يعني اوكي اللي عمله كابتن سيد هو بالنسبه له هو سلوك مثلا بالنسبه له سلوك يستحق عليه الانذار. هل اللائحه فيها ان اي عضو في الجهاز الفني ياخد انذار يبقى ليه عقوبه؟ لاي حد خلي بالك ده خلي بالك ده في حاجه ليه عقوبه ايقاف ماتش و50,000 جنيه. ايوه اقول لك على حاجه، ما اعتقدش المدير الفني لما الحكم بيبص على يبص لو حد سمع لفظ ما لقاش حد في الدكه مين اللي قاله يديها للمدير الفني ويقول لك انا ما عملتش حاجه. لا انت رئيس الجهاز وانت المسؤول. خلي بالك ده موجود في لائحه الحكام يعني لسه انا قاريها قريب كده، ففيها عجبتني بصراحه يعني هو مش لاقي حد يقول طب خلاص خد انت القصه دي بس. شايف انت وقت اعلان العقوبات لا كان 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 غريب جدا يعني بين الشوطين امبارح يعني. انت بتلعب مباراه المفروض انت يا تعملها قبلها يا بعدها حتى يبقى في يعني ايه يعني ايه السر في ان المباراه شغاله يعني ايه السر في ده يعني؟ في المقابل في مباريات بتنتهي بقالها فتره كبيره وعدد ايام كبيره وبعد كده تلاقي ايه عقوبه خرجت على مباراه بقى اتلعبت 3 4 سنين. انا قلت هنا الحلقه اللي فاتت بس ما كملتش كلامي. مع الاسف الشديد الامور في لجنه المسابقات تدار بنسبه يعني ما فيهاش وعي بنسبه كبيره جدا. تمام. واعرف ان الامور في سيطره كبيره جدا على حسام الزناتي من بعض اعضاء مجلس اللجنه المؤقته، وده مخليه هو برضو ما فيش اريحيه بالنسبه له. نمر اثنين هو بس حسام الزناتي مدير لجنه المسابقات ملوش علاقه بموضوع العقوبات. هو اللي بيتلقى التقريرات، هو اللي مش هو اللجنه، هو الحاجه بيدي لمين؟ ايوه بس بياخد العقوبات لجنه الانضباط. طيب ماشي مفيش مشاكل. وحال لجنه المسابقات بتدي عقوبات برضه، اللجنتين في تعاون بين الاثنين، تنسيق يعني. في تنسيق بين الاثنين طبعا. لكن ما هو ده خلي بالك، ما هو مين اللي اصدر العقوبات امبارح؟ مين؟ لجنه الانضباط. طيب لجنه الانضباط دي بتاخد تقريرها منين؟ من الحكم. الحكم بيبقى لجنه ايه؟ الحكام. خلي بالك اللجان كلها في اتحاد كره القدم كلها بتلف واحد اثنين ثلاثة تسلموا لبعضهم وفي الاخر اديك ايه. انا قصدي مفيش توصيات من اي لجنه، هي لجنه الانضباط هي اللي بتاخد القرارات. ايوه لان اللائحه موجوده. خلي بالك خلي بالك. وخلي بالك في حاجه ثانيه، انا لو الكابتن سيد شايف انه مفيش حاجه حصلت طب ما يتظلم. ايه الازمه انه يتظلم؟ طيب الاهم انا سمعت انه يتظلم في فعلا الكلام ده. ما عنديش معلومه اكيد حد يتظلم. مفيش حاجه الازمه يعني من النادي الاهلي بخصوص الجزئيه دي بتاعتي. خلينا بس انا بكتب معاك. اتفضل. لا عايز اخد منك رساله للنادي الاهلي او ايه اللي مطلوب من لاعبي النادي الاهلي على مدار الفتره الحاسمه المقبله سريعا. المباريات كتير والمباريات كلها قويه جدا. الاهلي كبير ولعبته كبيره، ولعبته عندها وعي ولعبته عندها خبره اللي تخليها تحسم اي مواجهات مقبله بشرط ان يضعوا النادي الاهلي وصوره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي الذي ينتظر منهم كثير امام اعينهم، ويبصوا ان الدوري لسه لم ينتهي والبطوله الافريقيه بتناديهم برغم الفوارق. في فوارق فنيه بسيطه لكن النادي الاهلي قادر نتغلب على هذه الفوارق الفنيه
بشرط ان يكون ان شاء الله الموسم ده نوال الموسم اللي جاي. انا شايف ان الفوارق الفنيه ما فيش، لا ما فيش، انا جدا بالعكس يعني كل الفرق في دور الثمانيه اقويه وفوارق فنيه متقاربه جدا جدا، والنادي الاهلي يكفي اسمه وباذن الله اللاعبين يكونوا على قد الاسم اكيد، وان شاء الله يحققوا طموحات جمهور النادي الاهلي. بص خلي بالك عشان تختم، الفوارق النفسيه خلي بالك ده جانب بتخلي الفوارق الفنيه تقل شويه، فانا اتمنى لعيبه الاهلي يعني ينسوا الفوارق النفسيه دي ويتعاملوا بشكل مختلف. ده امر مهم جدا. استاذ عبد المنعم نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. احنا اسعد بكل تاكيد. الاستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي الكبير كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. دي كمان كانت حلقتنا، بكره حلقه جديده مهمه جدا واخبار عديده عن النادي الاهلي، استنونا ان شاء الله. الى اللقاء.